المنتخب انه هيتم عقد جلسه مع محمد صلاح النهارده بعد وصوله لمعسكر المنتخب متاخر لمعرفه تفاصيل الصوره اللي نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر واللي تسببت في حاله من الجدل. كان محمد صلاح قد نشر صوره امس قد اثارت الجدل في الوسط الرياضي بعد الصوره. مش فاهمه الاجتماع هيتقال فيه ايه، يعني انت لبست التيشيرت ده ليه ولا التيشيرت ده مكتوب عليه ايه؟ ما علينا. المهم كمان الشروق قالت ان حصد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الانجليزي جائزه افضل لاعب لعام 2018 الجاري، وده بعد مستواه المتميز في ريتس خلال الموسم الماضي والجاري. ومنحت منظمه نورث ويست فوتبول البريطانيه جائزه افضل لاعب في العام لمحمد صلاح، وده في الحفل اللي اقيم في الساعات الاولى من صباح اليوم يوم الثلاث، واللي بتغيب عنه او تغيب عنه محمد صلاح بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني. طيب الطبيعي بقى ان احنا نسمع مثلا خبر ان اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره والعاملين في اداره المنتخب هيقعدوا مع محمد صلاح عشان يهنوه على الجائزه اللي اخذها، مش عشان يسالوه انت لبست التيشيرت ده ليه. بصراحه في اخبار فعلا بتكون مستفزه للاعب، يعني ايه التيشيرت والاثار جدل بتيشيرت، ايه الكلام ده؟